اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنناقش احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه طبعا في مصر، وده من خلال وقفتنا الحواريه النهارده هنخصصها للحديث عن سبل تعزيز مكانه مصر السياحيه حول العالم من خلال وسائل ترويج مبتكره، من خلال يعني حلول مبتكره وتنشيط انماط سياحيه جاذبه لعدد كبير من السائحين. وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ حسن فايد عضو غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحه المصريه. لكن كالمعتاد بنبدا بفقره الاخبار، واولا العناوين. في كلمته امام شيوخ وعواقل سيناء، رئيس الوزراء يؤكد سعي الدوله لجذب السياحه لشمال سيناء من خلال رفع كفاءه مطار العريش وعمل ميناء ومرسى لليخوت في العريش. المتحف القومي للحضارة يعلن تجهيز قاعة جديدة لاستخدام التكنولوجيا بشكل كبير مثل تقنية الهولوجرام. مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران القادمة من لندن، والشركة الوطنية تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وجاكرتا. من العناوين للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتدي أخبارنا من زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مؤخرا إلى محافظة شمال سيناء. أكد أن الدولة نفذت مشروعات في البنية الأساسية مثل مطار البردويل الدولي. جاء تصريحات مدبولي في كلماته أمام شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين والفنانين. وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم أيضا رفع كفاءة مطار العريش ليتحول إلى مطار دولي، كما سيتم عمل ميناء ومرسى لليخوت في العريش حتى يجتذب السياحة في الفترة القادمة. مرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ حسن فايد عضو غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحه المصريه. استاذ حسن اهلا بحضرتك معانا في المجله السياحيه. الحقيقه قبل ما نتكلم عن موضوعنا الاساسي خلينا في الاول بنستعرض مجموعه من الاخبار، وبداناها من محافظه شمال سيناء. والحقيقه عدد من التصريحات لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيها عن مشروعات في البنيه التحتيه في شمال سيناء زي مطار البردويل الدولي، وانه هيتم ان شاء الله عمل ميناء ومرسى لليخوت في العريش. يعني امكانيات هذه المحافظه الهائله سياحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدولة الفترة دي ماشية على خطة كويسة جدا، خطة 2030 لتحسين المنتج السياحي المصري، ونوصل زي ما سيادة الرئيس قال ل 30 مليون سائح الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا شمال سيناء هي جنة ربنا على الأرض، إن إحنا عندنا هناك كذا نوع من أنماط السياحية المختلفة. إن إحنا لما مشكورا معالي رئيس مجلس الوزراء يروح هناك الفترة اللي فاتت ويشوف تطوير المطار بتاع البردويل ومطار العريش، يعني ان احنا نشغل طيران كتير على هناك، نبدا التسويق بطريقه مختلفه. سيناء تتمتع بانماط كتيره، سياحه ثقافيه وسياحه جبليه، يعني فيها كذا كذا نوع مختلف من انماط السياحه، ان احنا نساعد فيها على جذب استثمارات وديستنيشن مطلوب في السوق الخارجي. ان شاء الله نبدا نسوق له الفتره الجايه ويبقى يعني يساعد في الاستثمار الفترة في مصر يا رب إن شاء الله. بنستكمل أخبارنا، ومن شمال سيناء إلى متحف الحضارة في الفسطاط. رئيس متحف الحضارة الرئيس التنفيذي أحمد غنيم بيقول إنه بيتم حاليا تجهيز لقاعة جديدة يتم استخدام التكنولوجيا فيها بشكل كبير، وأضاف إن القاعة الجديدة ستشمل استخدام تقنية الهولوجرام وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، وبتحتاج موارد كبيرة، وبالتالي
تم تفكير في شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وتجهيز هذه القاعة. وكشف عن أن المتوسط اليومي لعدد الزائرين بيبلغ 2000 زائر يوميا، وأنه في العام الماضي غطت الإيرادات المصروفات وحققت أيضا فائض، وهو أمر نادر في مجال المتاحف. طيران وخطوط طيران ورحلات طيران جديدة في إطار خطة مصر للطيران بالتوسع نحو زيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم. أعلنت شركة مصر للطيران إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والخميس، وبيلبي خط القاهرة جاكرتا رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصري والإندونيسي. لسه بنتكلم عن الطيران والمطارات ومطار سفنكس. في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات المقاصد السياحية المصرية لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، استقبل مطار سفنكس الدولي أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار جاتويك. وبتسير شركة طيران ثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أخرى للشركة من العاصمة البريطانية لندن إلى مطار سفنكس الدولي. نرجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو أستاذ حسن فايد. أستاذ حسن، مطار سفنكس يعني إزاي بيضيف لمنطقة الأهرامات بعد تطويرها، وأيضا إن شاء الله لما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير؟ إن شاء الله. إحنا مطار سفنكس هو يعني جنب المنطقة الأثرية للهرم وجنب المتحف المصري الجديد الكبير إن شاء الله اللي هيتم افتتاحه في القريب العاجل، وكمان جنب قريب جدا لاسكندريه، ان هو المطار بيربط بين كذا مكان سياحي نقدر نستفيد بيه. حاليا الحمد لله الفتره اللي فاتت بدا يستقبل رحلات كتيره ما بين طيران عارض وطيران منتظم، جنسيات مختلفه بدات تنزل على المطار ده، سائح يعني انواع جنسيات مختلفه. ان احنا الفتره الجايه كجزء من انواع التنشيط اهم حاجه الطيران، طول ما موجود طيران ان شاء الله هيكون موجود سياحه، بنعمل ديستنيشنز مختلفة أو في محافظات مختلفة كذا مطار، ده طبعا يساعد على جذب سياحة زيادة واستثمارات أكتر كمان. أكيد. بنروح لمجموعة أخرى من الأخبار. واختتمت احتفالية التدريب الموحدة للكوادر السياحية المصرية لأول مرة في تاريخ قطاع السياحة والفنادق، وضمت 23 من الكليات والمعاهد سواء في جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية، وذلك للتدريب في واحدة من أهم الفنادق العالمية. وخلال الاحتفالية تم عرض فيديو يلخص المرحلة الأولى للتدريب في فبراير الماضي والطلاب اللي تم تدريبهم بالفعل والأقسام العلمية اللي تدربوا عليها. وحضر الاحتفالية وتوقيع الاتفاقية عدد من الخبراء في قطاع السياحة وممثلون عن الوزراء، وبلغ عدد الطلاب اللي تم تدريبهم 418 طالب، ومن المستهدف تضاعف هذا الرقم في الدفعات القادمة بعد وصول عدد الكليات والمعاهد إلى 23 كلية ومعهد. أكيد الاهتمام بتدريب وإعداد كوادر مؤهلة في قطاع السياحة أمر مهم جدا، وده واضح أنه في يعني عمل في هذا الاتجاه لتخريج دفعات جديدة تكون قادرة أنها يعني تقدم خدمات يعني بشكل يليق طبعا باسم مصر كأحد أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم. بنتكلم عن متحف المركبات الملكية، بيعد واحد من أهم خمس متاحف نوعية في العالم، بيضم عدد من العربات الملكية اللي كانت بتستخدم في الاحتفالات الرسمية، وبيعكس أيضا الحياة الملكية في مصر برونقها وجمالها، وبيضم سبع قاعات بتحتوي على مقتنيات نادرة. خلينا ناخد معكم جولة في متحف المركبات الملكية من خلال التقرير التالي.
عندما تسير في منطقة بولاق أبو العلا وسط القاهرة ستجد لافتة مكتوبا عليها متحف المركبات الملكية، أحد أهم 5 متاحف نوعية موجودة في العالم، يحوي بين جنباته حكايات من فصول التاريخ المصري، يضم مقتنيات تاريخية. متحف المركبات الملكية من المتاحف النوعية الخمسة على مستوى العالم، وإحنا ترتيبنا الثالث ما بين الثالث والرابع. إحنا معانا روسيا و فرنسا والنمسا والهند. متحفنا هو بيتكلم عن الأسرة العلوية وحكمها من بداية حكمها إلى نهاية حكمها، العربات اللي كانوا بيستخدموها. المتحف بتاعنا متخصص، هو نوعي عشان هو متخصص لعرض العربات. أهم القطع المعروضة فيه هي العربات. احنا المتحف بيحتوي عندنا على 68 عربة معرضين، منهم حوالي 42 عربية في قاعات العرض، وفي المخازن مجموعة من العربات اللي بيتم استبدالها من وقت لآخر بحسب المناسبة المعرض المؤقت المعمول فيها. المتحف يضم 7 صالات رئيسية، وهي قاعة كبار الزوار وقاعة الاستقبال وقاعة المناسبات الملكية. قاعات العرض في المتحف هي 7 قاعات عرض. القاعة الأولى تسمى قاعة الأنتيكخانة، ودي بتعرض مجموعة من العربات، 6 عربات خاصين بتدريب وتنزه الأميرات والأمراء وهم في سن الصغير يعني داخل القصور الملكية، إن هو كان بيحافظوا عليهم طبعا بعربات مؤمنة حجما صغيرة، نوع من الحصينة حجمها صغير، وفي عربية كانت مخصصة لتدريبهم. يحتوي متحف المركبات الملكية على 7 قاعات، وبيضم 22 موديل من العربات الملكية اللي شاركت في احتفالات مهمة مثل العربة الكلش الخصوصي اللي استقلها الخديوي اسماعيل برفقة الامبراطورة أوجيني أثناء افتتاح قناة السويس سنة 1869، إلى جانب العربة الدوق اللي استقلها الملك فاروق الأول بصحبة الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1946 في احتفالية محمل كسوة الكعبة، وبتعد العربة الألاي الخصوصي من أجمل العربات اللي موجودة في المتحف، وكانت هدية للخديوي إسماعيل من الإمبراطور نابليون الثالث إمبراطور فرنسا وزوجته الإمبراطورة أوجيني إلى الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس. كما يهتم المتحف بذوي الهمم باعتماد وسائل برايل لشرح المقتنيات لهذه الفئات، وكذلك توجد به ممرات خاصة لهم، كما تقوم إدارة التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم دورات ثقافية متحفية لهم. الكشوف الأثرية، وكشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الأداب جامعة تشارلز في براغ أثناء أعمالها بمنطقة أبو سير عن مقبرة الكاتب الملكي جحوتي أم حات، والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. وبيضم هذا الجزء من جبانة أبو سير مقابر لكبار المسؤولين والقادة العسكريين من الأسرتين 26 و27. نرجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو أستاذ حسن فايد. أستاذ حسن، يعني نتكلم عن أحد الكشوف الأثرية، وكل يوم الحقيقة بنكتشف جديد من أثار أجدادنا المصريين القدماء. يعني أهمية الإعلان عن هذه الكشوف الأثرية وإزاي بتعمل ترويج وتنشيط سياحي؟ مصر الحمد لله فيها خير ربنا كتير لسه يظهر للعالم. جهد كبير موجود من قبل المجلس الأعلى للآثار، في بعثات كتيرة شغالة زي اللي حضرتك بتقولي في أبو صير، وفي الأقصر، وفي أسوان، وفي سقارة، في اكتشافات بتدل قد إيه الحضارة المصرية القديمة قوية جدا، وده طبعا بيساعد على الترويج للمنتج السياحي للسياحة الثقافية والأثرية. خيرات ربنا كلها موجودة عندنا، كل فترة بيكتشفوا قد إيه العلم المصري في مصر القديمة كان متطور جدا في قصة التحنيط والفلك ومختلف العلوم طبعا، وده كل ده بيساعد على تنشيط السياحة بأوجه مختلفة. أكيد. بنستكمل مجموعة أخرى أيضا من الأخبار، والتقى الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ساسكو، التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق المرشح العربي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال الفترة من 2025 ل 2029. بيأتي ذلك
ضمن الجولة العربية اللي بيقوم بها دكتور العناني في إطار إعداده للبرنامج الانتخابي لترشحه اتصالا بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته 160 على المستوى الوزاري باعتماد الترشيح. وأكد المدير العام للإسيسكو دعم المنظمة لترشيح الدكتور العناني واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لتحقيق النجاح في الانتخابات بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي. وزير الإسكان عاصم الجزار قال إن مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة واللي بينفذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بتهدف إلى ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية. المشروعات بتتضمن ترميم سور القاهرة في حي الجمالية وبتشمل أعمال ترميم جزء من السور الشمالي بداية من شارع بهاء الدين حتى برج ظفر وترميم جزء من السور الشرقي بداية من برج ظفر حتى شارع صالح الجعفري بالإضافة إلى 3 أبراج بالجزء الشمالي و6 أبراج بالجزء الشرقي مع تطوير المنطقة المحيطة للسور الأثري. التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة مع عدد من مسؤولي أحد أكبر منظمي الرحلات الألمانية إلى مصر وذلك لمناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة. وفي ذات السياق التقت شلبي مع عدد من وكلاء السفر والسياحة في مصر في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات وكالات السفر والسياحة بشرم الشيخ حيث تم استعراض آخر مستجدات التدفقات السياحية واستمعت إلى مقترحاتهم وأكدت على استمرار دعم الوزارة لهم من خلال ما يمكن تنفيذه من مقترحاتهم لضمان استمرار الخدمات التي يقومون بتقديمها للسائحين وأشارت إلى برنامج تحفيز الطيران اللي بيتم تنفيذه حاليا خاصة إلى مدينة شرم الشيخ. تبنت وزارة الثقافة التونسية خطة لأن تكون المهرجانات الثقافية والفنية البالغ عددها 800 مهرجان سنوي داعمة لخزينة البلاد. كشف معهد الإحصاء التركي عن أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت 13.1% إلى 20 مليار و230 مليون دولار في الربع الثالث، وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4% عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46 مليار و280 مليون دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس. أهلا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي موضوعنا وحوارنا الرئيسي لحلقة النهاردة من المجلة السياحية بنتكلم عن سبل تعزيز تنافسية مصر في الأسواق السياحية العالمية، وده طبعا في ضوء الاجتماع الأخير للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورة علي. الحقيقة الاجتماع كان يعني نتج عنه 11 توصية تقريبا للترويج للسياحة وتنشيط السياحة بشكل عام. يمكن من أبرز هذه التوصيات هو الاتجاه بشكل كبير للترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاتجاه إلى أسواق سياحية ذات معدل إنفاق عالي، يعني الأسواق السياحية البعيدة عن مصر زي اليابان وأستراليا وأيضا كندا، أيضا طيران ورحلات الطيران، الاهتمام بخطوط طيران أو رحلات طيران إلى السوق السياحي الصيني وأيضا السوق السياحي الهندي باعتباره سوق سياحي واعد. ويعني العام الماضي شهد الحقيقة زيادة في أعداد السائحين القادمين من الهند تحديدا، ممكن أكثر من مرة اتكلمنا عن السياحة القادمة من الهند في حلقتنا من المجلة السياحية
العام الماضي. أيضا رئيس هيئة تنشيط السياحة الحقيقة ذكر أنه هذا العام اللي خلاص بينتهي شهد أكبر معدلات سياحية وافدة منذ 2010. الحقيقة أنه السياحة عن العام السابق زادت بمعدل أو بنسبة 36%، وده طبعا معدل واعد جدا، وبنتمنى إن شاء الله أنه الأحداث حوالينا ما تأثرش على السياحة خصوصا في الموسم الشتوي اللي احنا مقبلين عليه. هنحاول نتكلم عن طرق فتح أسواق سياحية جديدة وتعزيز وجود مصر على خريطة السياحة العالمية مع ضيفنا اللي مازال مشرفنا فيه الاستوديو، استاذ حسن فايد عضو غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة المصرية. استاذ حسن بنرحب بحضرتك مرة تانية. وخلينا نتكلم عن اجتماع لجنة السياحة والطيران مؤخرا بمجلس النواب واهتمامها بالترويج للسياحة المصرية بأنماط سياحية جاذبة والاتجاه إلى أسواق سياحية مختلفة. هم بالفعل كان في 11 توصية، من أهم التوصيات الفترة اللي احنا فيها دي عشان المشاكل اللي بتحصل في دول الجوار، ان احنا ازاي نركز على استقطاب أعداد كتيرة وجنسيات مختلفة زي ما حضرتك ذكرتي، السوق الأسترالي، كندي، صيني، الياباني، ان احنا ندخل، والهندي، ان احنا ندخل أعداد كبيرة تكون موجودة في مصر تستمتع بالجو وتستمتع بالطبيعة وتستخدم أنماط سياحية مختلفة. من ضمن التوصيات اللي كانت مهمة جدا التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرد الواقع اللي موجود في مصر، ان احنا الدولة الحمد لله فيها أمان في كل محافظاتنا، بعيدين كل البعد عن أي أحداث ممكن تأثر بالسلب على القطاع في فترة موسم الشتاء، لأن احنا كنا داخلين في موسم شتاء قوي جدا ما تمش في مصر من 2010. بناء على آخر إحصائية كانت في شهر أكتوبر اللي فات مصر دخلها 12,425,000 سائح، ده معدل كبير جدا من الفترات السابقة اللي احنا قعدنا فترة كبيرة كان في كذا جائحة حصلت عالميا وتم التأثير، تم تأثير القطاع المصري عليها فتأثرنا بيها جامد. فنتمنى الفترة الجاية إن شاء الله أن التوصيات دي جميع القطاع، يعني قطاع الدولة والقطاع الخاص كشراكة ما بينهم في تنشيط القطاع السياحي، نشتغل عليها كويس جدا عشان نوصل لأعلى معدلات لبلوغ إن شاء الله خطة الرئيس 2030 بإذن الله. يا رب ان شاء الله اللي هي 30 مليون سائح 30 مليون دولار. طيب استاذ حسن خلينا نتكلم عن التوصيات، الحقيقه من ضمنها الاتجاه لاسواق سياحيه بعيده ذات انفاق عالي زي اليابان واستراليا وكندا. طبعا الاسواق السياحيه الجديده بتاتي تعويضا عن الاسواق السياحيه التقليديه اللي اثرت عليها ايضا الاحداث العالميه زي طبعا السوق الروسي والاوكراني بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. حضرتك شايف ازاي نتوجه الى هذه الاسواق السياحيه يعني زي استراليا زي كندا، يمكن مش معتادين انه السائح يكون موجود من هذه البلدان بكثره. رقم واحد عندنا هو الطيران، اهم حاجه يكون في طيران منتظم وطيران عارض. طبعا الدول دي معدل انفاق الفرد فيها بيكون مختلف عن بعض الدول اللي بتشتغل معانا هنا في مصر. السائح الاجنبي بيكون قدره الصرف عنده مختلفه بحكم الدخل اللي بيدخل له، ان احنا نقدر النهارده مع توفير طيران مع توفير خدمات وتحسين نوع الخدمه اللي بتقدم للسائح ده بتبقى متطلباته اعلى شويه من اللي موجود في السوق. ان شاء الله نوصل لحلول في قصه الطيران العارض والطيران المنتظم كشركه، يعني كدوله قطاع حكومي وقطاع خاص، ان احنا نساعد، لان المشكله دايما الطيران بيكون غالي جدا غير ان عدد الساعات بيكون طويل. يكون الطيران غالي لازم يكون في شراكه مع الشركه الوطنيه للطيران والشركات المختلفه، ان هو ده اهم شيء طيران. بعدها على طول ان شاء الله يكون في تنشيط زي ما الدوله النهارده بتتجه لفتح مطارات في مختلف المحافظات، ده برضه هيساعدنا على تسويق المنتج المصري بشكل مختلف. الحقيقه كمان من التوصيات الترويج لانماط سياحيه جاذبه، التركيز على سياحه المهرجانات والفعاليات الرياضيه
سباقات الخيول، ايضا رياضه او نشاط الغوص، ازاي نقدر، وخصوصا ان احنا عندنا يعني اماكن سياحيه في مصر متميزه في كل نمط على حدة. لو اتكلمنا على سياحة الغوص مثلا بتتميز بيها طبعا الغردقة في البحر الأحمر، وبتصنف من أفضل وجهات الغوص على مستوى العالم. إزاي نقدر نروج لهذه الأنماط السياحية الجاذبة بشكل بيصل إلى الزائرين والسائحين من مختلف أنحاء العالم؟ احنا عندنا في مصر أكتر من 12 نمط سياحي مختلف، احنا بنستخدم بس منهم أو بنبيع السلع المصرية أو مقصد السياحي المصري بمعدل 3 أو 4 أنماط. إحنا عندنا زي ما حضرتك بتقولي سياحة رياضية بمختلف أنواعها، عندنا سكواش، عندنا خيول، عندنا الهاجن كان من أسبوع موجود في سينا، تمام، عندنا الغوص، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، عندنا سياحة المغامرة موجودة في الجبال. طبعا الحمد لله دلوقتي احنا عندنا امن وامان في كل مكان في الدولة، ان احنا بدأت دلوقتي نفتح في الدولة يكون في سياحة جبلية موجودة، سياحة السفاري، عندنا كذا نمط مختلف نبدأ نسوق لها بطرق مختلفة. كمثال ان احنا عندنا المسابقة اللي حصلت من اسبوع اللي كانت على مستوى الدول العربية، ممكن اللي هي مسابقة الهجن، ممكن ان احنا ندخل بعد كده في مسابقات الخيول العالمية، عندنا زي بطولة الاسكواش بتتعمل من العالمية، نستغل كل أنواع الأنماط المختلفة. والسياحة العلاجية برضو مهمة جدا إن احنا نركز عليها الفترة الجاية، زي دول كتير أوروبية بدأت تتجه لموضوع السياحة العلاجية زي التشيك مثلا، بتحقق منها معدلات بالعملة الصعبة كل 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 فترة سيزون سياحي بتدخل لها مدخولات كويسة جدا. احنا ممكن نتعاون مع مؤسسات دولية وحكومية هنا في مصر زي وزارة الصحة تطلع أماكن للاستشفاء موجودة عندنا مثلا زي سيوة وليكن، مقصد زي سيوة احنا ممكن نستفيد منه استفادة قوية جدا الفترة الجاية إذا عملنا تنشيط في قصة السياحة العلاجية. صحيح. طيب خلينا كمان فكرة الأسواق السياحية الجديدة اللي احنا بنتجه لها أو أسواق سياحية غير تقليدية. الحقيقة على سبيل المثال تم ذكر السوق السياحي الصيني وأيضا الهندي بصفته سوق سياحي واعد، وده يمكن تابعناه في ما يعرف بالزائرين مصاحبين لحفلات الزفاف الهندية اللي أقيمت على سبيل المثال في شرم الشيخ، وده نمط سياحي الحقيقة يعني في بلاد معينة بتكون وجهة مفضلة لإقامة حفلات الزفاف الهندية. حضرتك شايف الكلام ده إزاي؟ ويعني الأسواق دي كمان ممكن تضيف لقطاع السياحة في مصر قد إيه؟ على مثال السوق الهندي زي ما حضرتك ذكرتي، قبل الإيفنت ده كان من بداية 2013 2023 لغاية شهر 6 اللي فات كان معدل السياح الهندي القادم إلى مصر حوالي 16,000، بعدها لغاية أقل من 10 أيام أو أسبوعين وصلنا ل 125,000 سائح هندي دخل مصر. فإحنا ممكن نستغل الأفراح، الإيفنتات للشركات، نستغل شرم الشيخ، الغردقة لوصول مع سوق زي السوق الهندي، سوق زي السوق الصيني، الأسواق المختلفة، إن إحنا نعمل عليها بوش في تسويقها بشكل مختلف، لان الناس مش كلها جايه مصر للسياحه الثقافيه او سياحه الاثار، فان احنا نعمل انماط مختلفه تدخلنا في منتج مختلف، نفس يعني مش منتج مختلف انا اسف، ترويجها بشكل مختلف هيساعدنا على جذب استثمارات وعلى استقطاب دول مختلفه ما بتجيش مصر بكثافه مش باعداد مهوله، مع ان السوق الهندي او السوق الصيني هما فيهم اعداد مهوله أعلى سكان طبعاً، أعلى سكان في العالم كتعداد سكان، وفيهم سياحة وعندهم قدرة إنفاق إن هم يقدروا يدخلوا مصر في القاهرة، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة بمعدل إنفاقهم عالي بناء على البرنامج السياحي والخدمة المقدمة ليهم. طيب فكرة الترويج سياحيا على مواقع التواصل الاجتماعي بما انها يعني اصبحت هي الاكثر انتشارا بما انه التكنولوجيا والانترنت هم لغة العصر، ازاي احنا نحسن استغلال هذه الوسائل للترويج بشكل غير تقليدي للسياحة المصرية؟ انا لازم اشكر طبعا دور هيئة التنشيط الفترة اللي فاتت مع وزارة السياحة ان هم بقوا يقدموا منتج
محترم كمحتوى للتسويق لمصر عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، اذا كانت موبايل ابس او يعني ويب سايتس، بتسرد مصر والمنتج السياحي المصري بطريقه مختلفه جدا. بدانا نواكب التطور في كديجيتال ماركتنج، ده يعني جهد ملحوظ وفرق جدا خلال الثمان او العشر شهور اللي فاتوا في اعداد السياحه الوافده لمصر. الحقيقه احنا بنتكلم عن الترويج، احنا بننتظر ان شاء الله افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا، وده اكيد يعني بيصاحبه شكل من الترويج خاص بهذا الحدث في كل انحاء العالم. ممكن بقالنا في السنوات القليله الماضيه بيتم الترويج لهذا الامر، لكن كان بيتاجل افتتاح المتحف بسبب الاحداث العالميه، جائحه كورونا وما الى ذلك. ازاي استغلال كمان حدث مهم زي ده في الترويج سياحيا لمصر؟ احنا عندنا طبعا المتحف الكبير هو الملك توت عنخ امون، حاليا بيتم معارض تسويقيه بره مصر للملك توت عنخ امون، ان احنا ازاي نربط الاثنين يكون في رواج اكتر بعد تحديد افتتاح ميعاد افتتاح المتحف، ان احنا ازاي نستفيد نعمل فعاليات كويسه جدا نظهر شكل الثقافه المصريه بحضارتنا القويه جدا المحترمه جدا، ازاي نستغلها احسن استغلال في التسويق، لان هو هيكون اكبر متحف على مستوى الشرق الاوسط بل يكون العالم، يحتوي على اكثر عدد قطع اثريه موجود. صحيح. طيب كمان استاذ حسن، اكيد واحنا بنتكلم عن السياحه وسبل تعزيز تنافسيه مصر بين المقاصد السياحيه العالميه، علينا ان احنا كمان نتكلم عن الخدمات المقدمه في مصر، الخدمات المقدمة في قطاع السياحة في مصر ورفع جودتها ورفع كفاءتها والاهتمام كمان بالعنصر البشري. يعني حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ احنا محتاجين نعيد تقييم الخدمة المقدمة للسائح الأجنبي بمختلف الجنسيات، بداية من وصول السائح في مطار المطار إذا كان القاهرة أو المطارات الجديدة لغاية الوصول. احنا للأسف الشديد بيكون عندنا سوء، خليني ابسطها هيك، سوء تعامل حتى ممكن في الابتسامة. انا لو عندي مشكلة في بيتي من اول ما الاجنبي بيوصل لبلدنا، احنا بلد في طبعنا احنا عندنا الترحاب، الثقافة المصرية مرحبة دايما بالناس. الاجنبي بيوصل من وقت وصوله المطار لغاية المغادرة، انا اتمنى كموظف بالقطاع السياحي ان احنا من اول وصوله لغايه مغادرته يكون في ابتسامه، يكون في معامله بطريقه مهندمه في التعامل، نحسن الخدمه في الاماكن السياحيه والمقاصد الاثريه، ونفس الوقت العاملين بالقطاع اذا كان القطاع الفندقي نحاول نوصل لاعلى درجه من الخدمه لارضاء السائح الاجنبي. صحيح، يعني مزيد من الوعي بالظبط. يعني انا اتمنى يعني فكره بسيطه جدا تفرق مع كل الاجانب اللي بيدخلوا مصر. احنا كدوله عندنا مثلا استخدام الانترنت في مصر رخيص مقارنه بدول العالم. فكره بسيطه جدا ممكن نتبعها مع هيئه التنشيط وتعملها، تتم درسها مع شركات الاتصالات المصريه وليكن، ليه لما الاجنبي يدخل مصر ما ياخدش مثلا سيم كارد بسيط في 2 جيجا في 3 جيجا، لان احنا انترنت بتاعنا في مصر مقارنه بدول العالم هو اغلى، ارخص من بره. فبالنسبه للاجنبي انا دي اول ما بيدخل مصر ياخد حاجه بسيطه جدا عليها لوجو مصري عليها علم مصر، من نوع من انواع التسويق من جاي من قبل الدوله وقبل وزاره السياحه وهيئه التنشيط للسائح الاجنبي، بغض النظر هو جاي ك يعني كهديه بسيطه بترحاب من اول وصوله الدوله، وبعد كده نبدا ان شاء الله في تحسين الخدمات المقدمه ليه. طيب نرجع لمساله العنصر البشري والتدريب والخبرات وتاهيل العاملين في قطاع السياحه، يمكن ده كان خبر حتى يعني تناولناه في الاخبار قبل ما نبتدي نتكلم باستفاضه في موضوعنا. حضرتك شايف ازاي يعني يكون عندنا عناصر بشريه في كافه الاتجاهات في قطاع السياحه قادره على انها يعني تقدم الخدمات المختلفه بشكل يليق باسم مصر وكمان تواكب الاسواق السياحيه المنافسه لمصر؟ انا اتمنى في القطاع السياحي في مصر التخصيص، يكون عندنا في كليات السياحه والفنادق
بيكون في اقسام مختلفه، ارشاد سياحي، فندقه وما الى ذلك، يتم التخصيص. لان احنا فعلا بعد ما حدث في اخر 12 13 سنه فاتوا، مصر افتقدت للعماله المدربه. لان احنا ما قبل 2010 كان معدلات السياحه في مصر مرتفعه، كنا بنقدم الخدمه بطريقه افضل وبطريقه ملحوظه وافضل من الفتره الحاليه. بعد الاحداث الاخيره حصل، مش هنقول هروب، ولكن قلت اعداد المدربين او الكواليفايد لتقديم الخدمات السياحيه بقوا موجودين في دول اخرى. فاحنا نتمنى الفتره الجايه دور وزاره السياحه مع كليات السياحه والفنادق المختلفه على مستوى الجمهوريه يتم برامج تاهيل، لان كل البرامج التاهيل اللي بتتم بشكل خاص، مش بتكون عن طريق الدوله. فانا اتمنى ان الفتره الجايه وزاره السياحه مع هيئه التنشيط ازاي نقدر نخلي فيه كوادر تقدر تشرف مصر في القطاع الخدمي كقطاع سياحي، احنا قطاع خدمي، نحسن الصوره وتكون ملحوظه للجميع وللاهم للسائح الاجنبي. اخيرا استاذ حسن، يعني احنا ان شاء الله مقبلين على المشاركه في بورصه برلين بجناح مصري طبعا كالمعتاد، عفوا بورصه لندن للسياحه، طبعا من اهم بورصات السياحه والسفر حول العالم. يعني دور المشاركه في بورصات ومعارض السياحه والسفر في الترويج السياحي لمصر. احنا عندنا معرض لندن ال WTM ان شاء الله هيكون موجود في مصر، تواجد كويس جدا. احنا هيكون يوم 8 الشهر الحالي، 6 ل 8 الشهر الحالي ان شاء الله. المعارض دي بتكون مهمه جدا الفتره دي بالاخص. المعرض انا اتمنى ان كل المشاركين بالمعرض دوله والافراد يركزوا على ان احنا دوله الامان حتى اللحظه الحاليه. ان شاء الله الفتره الجايه في خير قادم لمصر. احنا عندنا منتج سياحي محتاج اعاده تسويق زي ما شرحنا فيما سبق. المعارض مهمه جدا لتسويق منتج السياحي بطرق مختلفه. احنا عندنا تواجد الحمد لله في كل المعارض والفعاليات السياحيه اللي بتتم بره عن طريق دور كبير جدا للوزاره وهيئه التنشيط فيه. ان شاء الله الفتره الجايه نستفيد في خلال المعرض ده بتحسين الصوره عشان نكمل ان شاء الله الموسم الشتوي اللي احنا داخلين عليه بصوره كويسه عشان نساعد كقطاع سياحي مع الدوله ان شاء الله الرحمن. اكيد ان شاء الله. استاذ حسن فايد، عضو غرفه الشركات وكالات السفر والسياحه المصريه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. الف شكر لحضرتك فندم. شكرا. مشاهدينا نشكركم ايضا على المتابعه، والاسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقه جديده.